هذا الاتوكليف الجديد. نعم تمام تمام. ممتاز. هذا قص الهيتر الجديد اللي ركبوه. نعم. هسه هذا حط البطان. هاي عبارة عن زي القاعدة تتركب. بنحط فيها الجلاس، بنحط فيها على أساس عملية التعقيم. بعدين بنحط هنا اللي هو اللي بوجه البخار لل لبرا. لازم نحط في هذا الجزء. نحطه. طبعا في للبخار اثنين، في خارجي وفي داخلي. في هذا عبارة عن بايب داخل جوا القاعدة، وفي واحد خارجي. في عندنا طبعا جيج برشار، هذا الجيج برشار. طبعا هسه كيف بالنسبة لعملية التشغيل، انه بعد ما يتم عملية اضافة المي للأوتوكليف بمستوى معين، بيتم عملية اللي هو إغلاق الغطاء بشكل محكم. أوكي، هذا بيكون مسكر صح؟ بداية لا. في واحد بنفتحه منهم اللي هو أي واحد؟ الاثنين بيكونوا مفتوحين. الاثنين بيكونوا مفتوحين. أوكي، ومنلبس الكبسة، منشغل الكهرباء على الأوتوكليف، نستنى شوي عبين ما يطلع البخار. من وين بيطلع؟ من هون لما يسخن. لما يسخن يطلع من هون. اول ما يبلش يطلع من هون بنسكره صح؟ نسكر الاثنين. نستنى عبين ما يرتفع البرشار. قديش بيرتفع البرشار هون؟ 0.15. لا تقريبا 0.15 ميجا باسكال. هون محطوط بالميجا باسكال. المهم بس يرتفع البرشار لجيج معين او لضغط معين. اوكي، ثلث ساعة. بستنى ثلث ساعة وبعدين ايش بصير؟ هو اصلا لما يوصل هون بلش ينفس. بس يوصل هون ببلش ايش؟ ببلش ينفس، يعمل تنفيس لحاله. بنستنى تخلص الوضع كامل ثلث ساعة. وبعدين بنطفيه وبنطلع شو اسمه الادوات. طبعا الفكرة في الموضوع انه كان الهيتر خربان، كان في مشكلة بالهيتر. فكان المشكلة انه يوصل ما يوصل للبرشر المطلوب الا بعد فترة طويلة جدا. يعني في العادة كان يوصل قديش في الطبيعي؟ يعني بحدود ثلث ساعة نص ساعة. صار بده تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات ثاني يوصل للبرشر اللي احنا بدنا إياه. وكانت المشكلة اللي هو الهيتر نفسه كان في خراب، كان متفسخ وفي مشكلة. طبعا هذا هو الهيتر. طبعا السبب انه الاوتوكليف بقعد فترة طويلة ما عم بسخن او ما عم بوصل للضغط زي ما قلنا، اللي هو السبب طبعا اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن الهيتر. زي ما انت شايف هذا عبارة عن الجزء التسخين او الهيتر تبع التسخين، طلع كيف متفسخ. طبعا سبب تفسخه ونوصله لهاي المرحلة انه بكون ان المية، مستوى المي مش كافي المحطوط بالاوتوكليف. وبالتالي لما يكون عندك مستوى المي غير كافي في الاوتوكليف، اللي بصير عندك انه بيفقد مي وبالتالي بيتفسخ لانه ما في مي موجود في داخله. فلازم نحط كمية كافية او مستوى معين من المي فوق الهيتر حتى انه ما يصير في اي تفسخ او ما يفقد مية وبالتالي ينزل مستوى المي. طلع كيف؟ هذا هو السبب تفسخ الهيتر، انه كان مستوى المي المحطوط خلال عملية التسخين غير كافي وبالتالي وصل لهاي اللي هي وصل لهاي المرحلة. فلازم الانتباه لهذا الموضوع، لانه اذا انت ما حطيت كميه مي كافيه فانه الهيتر نفسه راح يضرب يعني معك.